السلام عليكم. عندما نقوم باختبار الانسيوليشن ريزيستنس تيست فاننا نقوم بتطبيق جهد دي سي من 250 حتى 10000 فولت تقريبا، وهذا الاختبار هو ما يسمى بالميجر تيست او بالميجا اوم تيست. وعندما نقوم باختبار الوايندنج ريزيستنس تيست فاننا نقوم بحقن تيار دي سي 2 امبير تقريبا، وهذا الاختبار هو ما يسمى بالملي اوم تيست. أما عندما نقوم باختبار الكونتاكت ريزيستنس تيست فإننا نقوم بحقن تيار دي سي تقريبا قيمته 100 أمبير، وهذا الاختبار هو ما يسمى بالمايكرو أوم تيست. وعندما نقوم باختبار البيردن تيست للسي تي فإننا نقوم بحقن تيار اي سي باتجاه البيردن المركب على أطراف السي تي سكندري. وعندما نقوم باختبار الـ VT Burden Test فإننا نقوم بتطبيق جهد AC على اتجاه الـ VT Secondary باتجاه اللود. والسؤال هنا هو أنه متى نستخدم نظام الـ AC ومتى نستخدم DC، ومتى نحقن تيار ومتى نطبق جهد؟ إذا كانت قيمة المقاومة المتوقع إيجادها من هذا الاختبار كبيرة جدا كالميجا أوم فإننا نقوم بتطبيق جهد دي سي وليس حقن تيار دي سي، وذلك لأن التيار سوف يرى هذه المقاومة وكأنها أوبن سيركت. أما إذا كانت قيمة المقاومة المتوقع إيجادها بالملي أوم أو بالمايكرو أوم فإنه يجب حقن تيار دي سي وليس تطبيق جهد دي سي، لأن تطبيق الجهد سوف ينشئ لدي تيار كبير جدا. وعند بداية تطبيق جهد الدي سي فإنه سوف ينشأ لدي تيارين دي سي، وهو تيار الكاباسيتنس وتيار الريزيستنس. أما تيار الكاباسيتنس فسرعان ما يزول مع الوقت، لذا فإننا نقوم بعمل هذا الاختبار لمدة 60 ثانية حتى تصبح قيمة R بيور ريزيستنس، حيث تساوي V دي سي على I ال R بلس I ال C، ومع الوقت سوف تزول I ال C فيبقى لدي I ال R فقط، وبالتالي فإن قيمة R سوف تساوي V دي سي على I ال R دي سي. أما إذا قمنا بتطبيق جهد AC وليس DC فإن V ال AC على I ال AC سوف يعطينا إمبيدنس وليس ريزيستنس، حيث الإمبيدنس تساوي R بلس J ال X، ولكن R اللي هنا هي R ال AC وليس R ال DC. وكما هو معلوم فإن قيمة R ال AC تكون أكبر من قيمة R ال DC، حيث معروف من أساسيات هندسة الكهرباء أنه كلما زاد التردد كلما زادت المقاومة. وسبب زيادة المقاومة عند زيادة التردد هو بسبب سلوك التيار مع ارتفاع التردد، حيث لوحظ بأن التيار مع ارتفاع التردد يصبح يسري على القشرة الخارجية للكوندكتور، وبالتالي فإن قيمة الكروس سيكشن لهذا الكوندكتور سوف تقل وقيمة الريزيستنس سوف تزداد، حيث R تساوي رو L على A. وهذه الظاهرة هي ما تسمى بالسكن إفكت، وبالتالي فإن تطبيق جهد DC سوف يعطيني RDC، وتطبيق جهد AC سوف يعطيني RLAC، وقيمة RLAC سوف تكون أكبر من قيمة RDC. لذا فإنني بحاجة إلى معرفة قيمة RDC القليلة جدا، فإذا كانت القيمة القليلة جدا كبيرة فمن باب أولى فإن قيمة RAC سوف تكون أكبر. وبسبب ظاهرة السكن إفكت أصبح يتم استخدام كوابل لنقل التيار الكوندكتور فيها يكون على شكل حزم، وذلك لأن التيار سوف يسري على القشرة الخارجية لكل كوندكتور. شكرا لكم.